الثعلب الفرنسي هيرف رينار يفاجئ المغاربة بما قالوا عن المنتخب المغربي بعد الفوز الكبير والعظيم على منتخب ليبيريا بثلاثية، ويؤكد الثعلب الفرنسي المغرب ستفوز بالكان لا محالة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. هذا هو المنتخب المغربي الذي نعرفه، هذا هو المنتخب المغربي الذي أدهش الجميع في مونديال قطر الأخير، هذا ما بدأ به هيرف رينار حديثه عن مباراة المغرب وليبيريا، حيث أكد هيرف رينار أن المنتخب المغربي قدم مباراة متكاملة دفاعيا وهجوميا، خاصة في أحداث الشوط الثاني الذي وصفه هيرف رينار بأنه عبارة عن 45 دقيقة من الإبداع والإمتاع والإقناع والجمال الكروي من لاعبي المنتخب المغربي ومدربهم الكبير وليد الرجراجي. أما عن غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة، فأكد هيرف رينار أنه يتوقع ويتمنى وسيشجع المنتخب المغربي في طريقه إن شاء الله للفوز باللقب الذي يستحقه.